في طرابلس، حيث أكد المجلس البلدي بوسليم على موقفه بعدم اتخاذ طرابلس ساحة لتصفية الصراعات السياسية والتجاذبات وتحقيق المطالبات التي تحولت إلى اشتباكات مسلحة تدور داخل الأحياء السكنية، وطلب البيان بالوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يكفل تحقيق أمن وسلامة العاصمة وتجنيبها ويلات الحروب والدمار، داعيا إلى ضرورة الالتزام باتفاق الزاوية. كما أكد المجلس على دعمه لكافة المبادرات والجهود المبذولة والمساعي من لجان المصالحة والأعيان والحكماء ومجالس البلديات ومنظمات المجتمع المدني ورئيس البعثة الأممية لدى ليبيا.